أنه نحن تعاهدنا مع كل الشعب السوداني أنه المكان ده ما نفضه، وده عهد نحن قطعناه وما بنكذب على ذوله. ونحن لو ضللنا فض المكان ده ما كان غلبنا من أول يوم فضيناه، لأنه القوة العسكرية موجودة. لكن نحن كنا نظن لهذا المكان رمزية في نفوس الشباب، ولهذا المكان رمزية للثورة السودانية. كنا نتمنى أن يظل حتى يصبح مزار بعد أن تنتهي الثورة وتخرج إلى مراميها. لكن حدث ما حدث، حدث ما حدث، وحملنا المسؤولية، ونحن قاعدين نتحمل المسؤولية. إحنا رقبتنا دي قاتلنا 40 سنة في داخل الشعب السوداني، ما بنرتهب ولا بنخاف من أنه نتهم بكل شيء، كل شيء في سبيل السودان. نحن جاهزين أن نقدم له أرواحنا في ذا. نحن نعلم تمام العلم أن الشيء الحصل في الميدان ده صاحب كثير من الكذب وكثير من النفاق وكثير من الغش على الشعب السوداني. أنتم أصحاب المهن الطبية والقائمين على تعلمون ما جرى في هذا المكان، وكم نفر قتل وكم نفر مات، وكل الصور والأكاذيب كانت تشاع على الناس. نحن نراقب ونرى ما حدث ونعلم ماذا حدث في هذا المكان وكم نفر ماتوا. صحيح لو توفى شخص واحد سوداني عزيز علينا، نحن يجب أن نعرف مين اللي قتله وناخذ للذول اللي قتلوا حقه. لكن يتهم المجلس العسكري باتهامات قبل أن يتم التحري عنها وقبل أن يتم التأكد من مصداقيتها. يشاع ما يشاع ويقال ما يقال، تشويه لصورة المجلس العسكري، تشويه لصورة أعضاء المجلس العسكري، تشويه للقوات المسلحة. القوات المسلحة هي حامي السودان. القوات المسلحة أفرادها بيقدموا أرواحهم طوال سنين منذ أن نشأت القوات المسلحة حماية للسودان وحفاظا على السودان. ستظل القوات المسلحة عصية أمام كل خائن وأمام كل عميل وأمام كل من يريد أن يأخذ من وحدتها. القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، الدعم السريع والشرطة والأمن، كلها يد واحدة وكلها متحدة. حاولت بعض المجموعات أيضاً أن تثير الشكوك حول قوات الدعم السريع وتتهمها باتهامات لتحاول أن تخرجها من المشهد السياسي. قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة ومشاركة معها في كل مكان.